ناموس مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا السابع بأشواط أهالي المنطقة مع انطلاقات الأسماء الكبيرة. وأول الأشواط المفتوحة مع الانطلاقات المتميزة مباشرة، أبدأ مع المركز الأول نوادر، يتقدم حمدان بن محمد بن عتيج المقعودي الفلازيلي، يقدم لنا نوادر. المركز الثاني منو؟ محمد بن خميس بالهندي المهيري يقدم لنا منو على المركز الثاني. المركز الثالث أوصلت فن أحمد بن عبد الله بن رفيع الفلازي غادم على المركز الثالث، ولكن البداية مع انطلاقة نوادر. نوادر من تتقدم على المركز الأول؟ حمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي من يتقدم راعي أميرة على المركز الأول مع الصدارة الأولى مع نوادر. نوادر نوادر طارت إلى الفوز والانتصار. أعلنت أيضا الانطلاق الأخير، يا سعيد يا بن عتيج، يا من يتابع لنا نوادر، من يتابع لنا نوادر. المركز الثاني أوصلت نوايا، ناصر بن معرزي الشامسي يقدم لنا نوايا، ولكن نوادر إلى المركز الأول. حمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي ما كلمها حمدان، ما كلمها ولا قالها شيء، صاحبة الشوط الرئيس الأول قبل شهر ونص على أرضية هذا الميدان، تأتي بالأشواط المفتوحة لتؤكد الحضور. سلام راعي أميرة، سلام سلام حمدان بن محمد المقعود الفلاسي من قدمها بأول الأشواط. مشكور سعيد بن عتيج ومشكور كنق الأهباب على تقديم هذا الاسم الكبير مع الشوط الرئيس الأول. المركز الثاني نوايا ناصر بن معرزي الشامسي، المركز الثالث ايضا فن احمد بن عبد الله بن رفيعه الفلاسي. تهاني له والناموس لحمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي. مشكور يا ابو راشد من قدم لنا نوادر مع الاداء المتميز، وتوقيته هو ايضا دقيقتين واحد عشر ثانيه وفان وتماما. وسلام يا كنق الهباب، سلام على هذا الفوز والانتصار.